عمليه سعر الصرف، وهدول العوامل كتير صعبين. هلأ زاد عليها موضوع الكورونا يلي صار عليه بطء عالمي بتأمين البضائع. برجع بأكد مثل ما قلت أنا بعدة مرات، المحاصيل موجودة بالعالم لكن تأمينها وتصنيعها وتنظيفها وشحنها هو اللي تأخر. إيه بس أستاذ هاني بحصلي، اليوم حضرة النقيب اليوم يعني عم نلاقي إنه أسعار عم تختلف بين يوم والتاني، يعني هيدا بشهادة المواطنين. صح. ليه بدها تختلف؟ صح، لما يكون سعر الصرف عم يفرق 10% من نهار للتاني إلا ما يكون في هالشي. وبرجع أنا بدعي من عبر منبرك، نعم، إنه لما يكون غلى الأسعار مبرر. أساسا معالي الوزير الاقتصاد قال لما يكون غلى الأسعار مبرر ما عندنا مشكلة، لأنه بالآخر قال يمكن حرفي ما بعرف حرفيا، بس قال إنه طب ما هذا زلمة عم يشتري بالدولار، كيف بدك تعامله إنه يبيع بتحت رسميله. نحن هون ما عادت قصة يعني المقولة اللي عم بيقوله جشع وربح وأرباح مشحفة، نحن ما وصلنا، ما عم نحكي بربح وخسارة، نحن عم نحكي بدوابين خالص للرأسمال. نحن لما نشتري بضاعة بدولار ومنبيعها بدولار وعشرة سنت، إذا ردت لنا بالآخر 80 سنت نحن مرتجي ما حنقدر نجيب بضاعة تانية. نعم. هيدا المشكلة، يعني هي بالآخر عم يصير في دوابين رأسمال. نحن من أسبوعين لهلأ طلع الدولار من 2800 ل 3300. طب نعم. هيدا النسبة برجع بقول مش يعني لازم تطلع الأسعار بنسبة الدولار 100%، بس إذا طلعت بنسبة 80% منها هيدا شيء مبرر. يعني اليوم الكل واقع بأزمة. صح. اللي عم بيعاني المستهلك، أصحاب المحلات، وعاني أيضا التجار الواقعين بين أزمة الصناعة الوطنية اللي ما بتلبي احتياجات السوق، وكمان الاستيراد اللي عم بيفرض عليكم أعباء إضافية بتتعلق بتأمين الدولارات. بس اليوم المواطن بالنتيجة عم يأكلها. اليوم شو الاحتكار عم يلعب دور هو بفرض أسعار على السوق؟ ليش أوقات مثلا بيكون في تراجع للأسعار في الخارج بيضل السعر على ما هو عليه بل بيزيد بلبنان؟ شو الحقيقة اليوم هيدا لسان حال المواطن؟ إذا نقص سعر البترول وزاد البنزين هون هذا غير موضوع، لأنه قالوا اعتبارات يعني في كتير عوامل هي بتساهم، لكن أنا بعتبر بالمواد الغذائية نحن دايما يعني منتهم أنه الأسعار بتضل تغلى. مش مظبوط هالحكي، الأسعار بتطلع يعني بتغلى يلمس المواطن هلأ أكيد بالآخر شهرين ثلاثة عم بيكون العنصر الأساسي 90% من العنصر هو سعر صرف. طب خلينا نبرر ليش مثلا أسعار المواد الغذائية المصنعة وغير المصنعة هون أغلى بكتير من كل دول العالم. هيك عم تقول جمعية المستهلك، عم نستند على أرقام 30% وأكتر. ليش؟ ليش ببلدين أسعارها أخف من أسعارنا حسب ما بتقول جمعية المستهلك؟ طيب نحن إذا بدك تحكي بمواد مصنعة، نحن بشهادة الصناعيين أن قسم كبير من رساميلهم ومن أصنافهم هي مواد أولية مستوردة. يعني إذا بدك تجي ما بعرف مثلا علبة خضرة أو علبة بازيلا مصنعة، يعني إذا حطيت أوريدي البازيلا بتجي مستوردة، ما عم تجي من البقاع. المواد المحطوطة بقلبها كلها مستوردة، التنك والورق والحبر والكلشي والكرتون كله مستورد. في طبعا عامل محلي، في أدد فاليو محلية، لكن الرسمال الأساس مصنع. أنا بدي أذكر الأصدقاء المستمعين اللي عندهم أي سؤال يتواصلوا معنا على 01-205-511 01-325-555 الخلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. اليوم يعني عم نحكي عن الأسعار وهي مرتفعة وعم ترتفع بين يوم والتاني، والكوى عم يلحق كوى الأسعار، عم يكوي المواطنين، عم بيجول وزير الاقتصاد وكمان عم بيعترف بهالشي. ماذا عن فقدان المواد؟ يعني اليوم عم ينقال انه قبل كنا نسمع انه في مواد بتكفي لثلاث اشهر مش اكتر، شو حقيقة هالشي؟ اي مواد ممكن تنفقد؟ وهل هي صحيح ممكن تنفقد ام في بطء من الوصول للبنان نتيجة الاجراءات الناتجة عن جائحة كورونا؟ اول شيء مثل ما وضحت بالاول ستنا، المحاصيل موجودة بالعالم، يعني نحن هالسنة منا سنة كساد. أوقات بيجيك سنين بيكون فيها نشاف، بيكون فيها فائض، بيكون فيها فيضانات لبعض السلع، طبعا نحن ما منعمم. هالسنة هي سنة طبيعية والمواد موجودة، يعني أسعار المواد بأرضها موجودة. يلي عم بيصير ضمن جائحة كورونا أنه صار في بطء بتأمين البضائع. نحن لما عم نطلب بضاعة
لتنشحن بعد أسبوع، أوقات صارت عم تاخد شهر ونص لتنشحن. مش البطء يعني، بس ما في خوف أنه تنقطع اليوم. بدك تطمن المواطنين لأنه عندهم هلع من أنه فقدان بعض المواد. هذه هي نحن اللي عم بيصير، عم بيصير في بطء. يعني بتعرف النقص أو الفقدان ما بيصير ب 24 ساعة، بيصير على مدة 3-4 أشهر. نحن كل يوم منقول أنه في بضاعة على شهرين وثلاثة، لكن نحن عم نشوف بوادر، عم نشوف إشارات عالمية منا مطمنة، منا عم بتطمن. نعم، في عنا خط من أحمد هولندا. مين معنا؟ أحمد تفضل. صباح الخير لك، لك لضيفك الكريم. عم بسمع عن الغلا بلبنان. نعم. أنا كنت عم بتطلع هذيك اليوم على الفيسبوك، عم بتطلع بلاقي أنه حاكيلو البصل بلبنان بين 4000 و5000 ليرة. هذا بصل عم نحكي. نحن هون بأوروبا بهولندا كيلو البصل إذا تستعمل تجيبيه بالجملة كتاجر جملة يعني بتجيبيه بين 50 و60 سنت. هذا البصل، البصل الحر الممتاز يعني. لافترضنا أنه لبنان عم يستورد بصل من هولندا كله مع شحنه مع كل جمارك مع مصاريفه مع ربحه. لما تقول الأرض هون 50 سنت يعني عم تحكي أنت على سعر الدولار الجديد يعني شيء 1400-1500 ليرة. طيب إذا تحط على كل كيلو بصل بعد 500 ليرة زيادة. نعم. يعني مع مصاريفها مع كل شيء مع ربحها. يا أخي طب ليه بده يكون كيلو بصل ب 4000 لبنان و 5000 وهو إذا شحنته كله كامل بدون تعب من هولندا على لبنان يوصل واصل مع ربحه مع كل شيء للمستهلك ب 2000 ليرة؟ إذا كنا عم نحكي نحن بضمير وتاجر شريف مش تاجر بده تعليق على المشنة. عرفت كيف؟ فأنا بدي من الأستاذ عندك يعطيني شرح مفصل لأنه دائما بعمل مداخلات وبيعطوني شرح بس بكلمة واحدة إنه إيه هذا بأوروبا أو هذا بهولندا أو هذا. يا خيي بدي أعرف عن شرح مفصل لما أنا بدي يكون تاجر الجملة تاع البصل بلبنان مش عارف مين عم بيغلي. دائما بدي إنه ما نعرف مين عم بيغلي. بروح عند التاجر الصغير اللي عم ببيع بقى بخمسة آلاف من شتاته من عند فلان. بروح عند فلان أنت أدبته بقول له قديش يا خيي من جبته عن تاجر الجملة الكبير. هو عم تاجر الجملة الكبير هو بيعطيني السعر. ساعتها بعرف مين اللي لازم يتعلق على المشنة. نعم. بعرف مين الحرامي، بعرف من هو هيدا اللي عم يستبد بالعالم وساعتها بحاسبه. نعم. أنا بدي أشكرك أحمد من هولندا، سجلت عندك سؤال أحمد. نعم. كمان بدك تسجل اتصالين معنا. مين معنا؟ إيه صباح الخير. صباح النور. مدام معلش أنا نطرت لما كان دكتور نسيب وهلأ أصلا استشهدته بأول الحوار مع ضيفي باللي قاله دكتور نسيب. دكتور نسيب من 3-4 شهور ببرنامجك أنت قال بالحرف الواحد أنا كل مدخراتي بالليرة اللبنانية وبلبنان مش بالخارج. فبحسن النية بدنا نصدق أنه قال هيك، بس إذا بدنا نصدق أنه قال هيك معناته هو لأنه خبير اقتصادي ولا في ينصحكم ولا في ينصحنا. ورجاء لما كل مرة تستشهدوا فيه بتجيبوه على البرنامج عم تضيعوا المشاهدين اللي بدهم شوية احترام بس منكم. اللي على الكونتوار عنده نسيب غبريل يجوز صار بيعرف أكثر منه، لأنه أنا عم بعتبر أنه هو قال الحقيقة وقتها. قال بالحرف الواحد كل مدخراتي بالليرة اللبنانية وبلبنان مش بالخارج. بس مش وحده قال حاكم مصرف لبنان كمان طمنا لليرة وقال أنه ليرتنا بألف خير. مدام عرفت أنت عم تجيبي خبير اقتصادي. نعم. اللي العالم كله عم تسمعه إذا غلط بهيك غلطة خلص بلي بقى. نعم شكرا لك، منحترم رأيك. كمان في اتصال آخر. جورج مين معنا؟ صباح الخير مدام. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. بس بدي اسال الاستاذ، عم تحولوا انتم مصاري من البنك من هون ولا من حساباتكم بفرنسا وبقبرص وبتركيا وبسويسرا؟ قلت لك فاتكم. ايه مدام عفوا، انا بفوت على شركات تستورد بضاعه مثل الاستاذ بحصلي وبفوت على شركته كمان. يعني انا عم بحكيك بالامانه يعني. انتم عم تحولوا من حساباتكم الخارجيه اللي هي بمصارف بعودة فرنسا وببلوم فرنسا وهذا لانه ما عم تقدروا تحولوا من هون. فقصة الدولار عم تشتروا الدولار من السوق لترجعوا تحولوا لبرا وفريش موني، هيدي شوي يعني شوي ضعيفه يعني. يعني في عالم ممكن اكثر العالم مصدقه انه ليك الدولار طلع والدولار نزل. وشغله ثانيه، في ناس كانت بضاعتها ما تنباع هلا غلوها، يعني كان جايبها اوريدي على 1005 ويمكن وقف تصدير. طب هيدا انا شو بيم يعني، هيدا اذا عمل مبلغ مليار مليارين ليره وبطل يستورد، طب ما هيدا يعني في ربح غير مشروع له هون. والخضار اللبنانيه المنتجات اللبنانيه عملنا وزير الصناعه انه نشجع الصناعه اللبنانيه ونشجع المنتجات اللبنانيه عم بتصير اغلى من المستورد. يعني يرحمونا شوي كمان الصناعيين اللبنانيين وما يحتكروا
وما بقى يصدروا لبرا منتجات لبنانيه، لانه من برا ما بقى عم يجينا، ما عم يشتغلوا برا انه عم يصدروا لنا للبنان. في كثير معامل وقفت تصدر على لبنان، فنحن بس شوي نوقف هيدي الفتره، فتره الكورونا، انه نصدر مواد غذائيه، لانه ما بنعرف امتى بتخلص قصه كورونا. يعني بعد ما عم بيقولوا شهر وشهرين ما بنعرف امتى بتخلص. فرجاء من المصدرين لبرا للمنتجات اللبنانيه والمعلبات اللبنانيه يخففوا شوي، لانه ممكن في احتمال يوقفوا هن كمان يصنعوا في حال طولت قصه كورونا، عشان ما يغلى اسعار المعلبات. شكرا. شكرا. تفضل، عندك تعليق؟ اكيد. اول شيء بالاستاذ اللي حكي من هولندا مشان قصه البصل، بدي اعطي بس تفسير تقني بدون ما نفوت كتير بالتفاصيل. بس نحن لما نقول عم يحكي بهولندا 60 سنت، يعني عم بعتبر عم يحكي 60 يورو سنت، يعني تقريبا 70 سنت، 70 سنت بأرضه ليوصل للبنان مع شحنه مع كل شيء، يمكن عم يوصل. طبعا انا برجع بقول انا مني تاجر بصل وما عندي بس تفاصيل، بس في خطة هلا وما عندي، لا صراحه ما عندي تفاصيل، بس عم بحكي بس من الارقام اللي وصلت لي. بدها تحدد الاسعار وزاره الزراعه هلا بخطتها. ايه لما توصل، هذا موضوع تحديد دينا. الاسعار بنرجع بنحكي فيه. لما تكون 60 سنت يعني 70 سنت دولار، يعني اكيد ليوصل للبنان سي اند اف بده يكون حوالي الدولار. اوريدي صار سي اند اف بارضه بدون تقليص، وصار حقه دولار دولار و10 سنت، يعني صار حقه 3300 ليره. اذا كان وصل على على الارض ب 4000 ليره من ارضه لحديت الدكانجي، هذا بيعتبر كتير قليل، مش لانه بالاخر عندك تشين اوف كوست لتوصل من عند التاجر للمستورد لهذا. يعني انا بزرعوا بصل، زرعوا بصل بسهوله، اكيد هلا نحن انا بموضوع قصه يعني البصل او هي هالشيء، هل الارقام اللي عم تعطينا انا بعتبرها ارقام لوجيكال. بموضوع الثاني تبع التحويل بالخارج، الاستاذ الثاني اللي حكاني، انا باكد انه نحن اشتغلنا على تعميم مصرف لبناني اللي هو فريش ماني. نحن عم نتعذب كتير لنأمن دولارات كاش، عم نوضع الدولارات كاش بالمصارف، بالمصارف عم تحولنا بعد 5 أيام. يعني نحن أساسا كانت قبل ما تسكر المصارف هلأ بين أسبوعين بقصة بشهر بقصة التعبئة العامة، كان في دور الدولار أهين. يعني كان على القليل كل مواطن كان في دور الدولار، بتفوت من المواطن البنك بيعطيه خارجيته مثل ما بيقولوا 300-400 دولار، هالدولار بيروح للصراف، الصراف بيرجع بيعطينا إياه نرجع منودعه. هلأ حتى هالشغلة نقصت، بس نحن كل استيرادنا عم بيكون ضمن الفريش ماني اللي عم يجي محلي، مش من حسابات برا. وحتى لو كان حساب برا، طب ما بدنا نغذي حساب البراني، من وين بدنا نجيبه؟ مستقبل اتصال، مين معنا إذا بعده معنا على الخط؟ مين معنا؟ ألو نقطع الهيئة. طيب اليوم كنا عم نحكي عن المواد الغذائية، اليوم في تسمية لبعض المواد اللي ممكن تنقطع من السوق، شو هي أو في بطء لحتى تكون متوفرة بالسوق، شو هي؟ في تسمية حضرة النائب. لا أنا أول شيء خلينا نحكي بالمواد الغذائية الأساسية، لأنه نحن أساسا في عدة أصناف يمكن لغلاقة ما بقى حدا يجيبها. يعني في صنف لأنه سعر الصرف غالي كتير صار المستهلك ما بقى يحط إيده عليها، لأنه بالآخر في عاملين، الأصناف غليت والقدرة الشرائية تبع المواطن رخصت نزلت. يعني كمان أوقات صار سلته الغذائية أو سلته الاستهلاكية أو كل شيء، صار واحد بده يرجع يعمل حساباته من جديد. سو في عدة أصناف من الأساس ما بقى حتجي، وهيدي عم نجي طوعا مش أنه انقطعت. هلأ بنجي للمواد الأساسية، عم نحكي سكر، عم نحكي رز، عم نحكي حبوب، معلبات، أصناف برجع بحكي سلة غذائية، كمان سلة استهلاكية، عم نحكي منظفات، عم نحكي صابون، دواء أسنان. هالأمور هيدي الأمور حتضلها موجودة وحتضلها تتأمن. لكن أنا هون بحذر من شغلة كتير مهمة. شو هي؟ نحن يعني حتى بكل المحاصيل وبكل الأصناف في درجات. نحن لما الدولة بدها تحدد سقف أسعار، لما يكون تحديد السعر، يعني عم تحكي عن خطة وزارة الزراعة أو عم تحكي عن قانون، عن مشروع قانون مثلا، يعني اليوم تحديد الأسعار، تحديد الأسعار حيضل يعني دايما حتجي بضاعة، لكن كل صنف في عنده عدة grades، في grade 1 و grade 2 و grade 3 و grade 4. نحن مثلا أنا بعطيك شيء عام، مثلا الرز مثلا لبنان ما حيزرع رز ولا ممكن يزرع رز ولا بحياته حيقدر يزرع رز. لما نجي نحدد نحن سعر الرز، نحن بعده بلبنان منجيب رز نوعيته منيحة. نعم بس خليني أقول لك، بس نحن بالعالم في رز منيح، في رز أوطى، في رز ب20% كسر، في رز ب40% كسر، في رز ب50% كسر، مثل ما بيأكلوا البلدان
العالم الثالث يعني نحن دائما حيضلوا فيه موجود، بس نحن اي جوده المواطن بده يقبل. ايه بس تحديد الاسعار ما بيكون على برام معين، على يعني بياخذوا كل هالعناوين اللي ذكرتها بعين الاعتبار، شو تحديد الاسعار رح يكون عشوائيا؟ نتامل، لانه حسب ما كان مشروع قانون حمايه المستهلك الجديد كان الوزير بده يعطي يعني للوزير مش لشخصه هو بحد، للوزير الاقتصاد صلاحية مطلقة بتحديد الأسعار. هيدا شيء مش مقبول، مقبول بحالات استثنائية مثل ما نحن هلأ، لكن لازم تكون ضمن شروط وضمن فترة زمنية. طب انتو هيدا قانون لحماية المستهلك، ليه عم تتدخلوا فيه؟ بدهم يحمونا نحن المستهلكين مش لحماية التجار. نحن كمستوردين كمان نحن بالآخر مواطنين، يعني مش يعني هالمقولة دايما هالمقولة طبعا جشع التجار. لا بس الغلا يعني واللي صار طبعا كل هالسنوات والاحتكار اللي موجود يعني وصلنا لهم، عشان هيك اتخذت الإجراءات والبطء بالقضاء ومحاسبة المخالفين والغرامات اللي بتجي بعد 5 سنوات. أكيد أكيد بطء بالقضاء، بيتعالج القضاء ما بيتعالج الموضوع. رح نرجع إلى قانون حماية المستهلك، بس خلينا نرحب بضيفنا اليوم نقيب أصحاب السوبر ماركت الدكتور نبيل فهد. صباح الخير. صباح الخير. يعني إذا بدنا نلحق تصريحك ب 13 نيسان تقريبا، كان عندك مخاوف من نفاد بعض المواد الغذائية، لأنه قال حتى 20% من المواد الغذائية المنتجة محليا بحاجة إلى مواد أولية مستوردة من الخارج. اليوم فينا نحكي كمان عن يعني هالمخاوف بعدها موجودة زالت، نعمل شيء بهالإطار؟ أكيد هيدي المخاوف بعدها موجودة، مثل ما كان عم بقول النقيب هاني إنه في مصانع برا وقفت عن الشغل أو إنتاجها صار منخفض، ما بقى عم تنتج بنفس الكمية، فهيدا عم بيأثر على الدورة الإنتاجية supply chain لحتى توصل البضاعة على لبنان. من هون كانت مخاوفنا، لأنه كنا بلشنا نشوف إنه في بعض الأصناف ما بقى موجودة، إن كان مواد يعني غذائية أساسية مثلا مثل العدس الأسبوع الماضي كان ما كان في بضاعة بلبنان منه، مثل مواد مصنعة يلي بتجي من إيطاليا من الصين من تايلاند. ف كل هالبلدان اللي عم بتشوف اللي عندها يعني مشاكل من ناحية الكورونا وصار فيها إقفال، أكيد مصانعها ما عم تنتج بالكمية الكافية. من هون كانت مخاوفنا وطلبنا إنه يعني الشيء الأساسي مثل ما ذكر قبل إنه يتأمن الدولار، لأنه هيدا الدولار الكاش بيتحول لبرا لحتى البضاعة تستورد من برا، وكمان تستورد المواد الأولية للمصانع اللبنانية تقدر تعمل. ماذا عن الطحين؟ يعني اليوم ممكن ينفد من الأسواق لأنه استيراد القمح مستمر من قبل الدولة، معقولة توقف مثلا كما يصير في خوف؟ لا الطحين ما في مشكلة، مثل ما قلت في استيراد كافي من برا. المطاحن بلبنان عندها القدرة الإنتاجية الكافية إنه تلبي كل الطلب بلبنان من ناحية الطحين من ناحية البرغل، فهالمواد هيدي ما في عنا أي خوف إنه تنقطع. حتى مثل ما ذكر نعيب هاني إنه مثلا الأرز والفاصوليا الحمص كل المواد الأساسية محاصيلة ما تأثرت، لكن بصير في تأخير بالشحن، بصير في تأخير بالمعاملات، هيدا يلي عم بيأثر على وصول المواد إلى الأسواق. عشان هيك منشوف بفترات متقطعة في أصناف منا موجودة أو أصناف أسعارها عم ترتفع، لأنه من مصادرها أسعارها عم ترتفع بالدولار، يعني غير موضوع سعر الصرف بلبنان. ماذا عن مخزون السوبر ماركت؟ عندها مخزون الكافي ببعض المواد الأخرى مثلا ممكن تفي لحاجة المستهلك؟ السوبر ماركت بالسنين الماضية يعني بالمدى العشر سنين الماضية اعتمدت نموذج الجست ان تايم، يعني بتاخذ البضاعة من مخزون المستورد بتحط بضاعة قليلة بمخزونها، يعني بس كافي لمدة مثلا أسبوع أو أسبوعين على الأكثر. يعني نحن بنعتمد كسوبر ماركت على التخزين يلي بيصير عند المستورد، لأنه في بعض السوبر ماركت بتستلم من نفس المورد 3 مرات و4 مرات بالأسبوع، هيدا غير المواد الطازة، يعني ما عم نحكي عن الدايري الألبان والأجبان اللي هي يوميا والخبز، بس المواد المعلبة حتى بتستلمها 3 و4 مرات بالأسبوع. فقدرة التخزين بقلب السوبر ماركت محدودة،
والاتكال هو على تخزين المستورد. مش هيك نحن نعتمد على المعلومات اللي بتجينا من نقابة المستوردين بهالخصوص هيدا. نعم دكتور نبيل فهد، اليوم وزير الزراعة أخذ طرح أنه تتولى وزارته مراقبة أسواق الفاكهة والخضار وعليه جرى إعداد خطة بهالخصوص. طبعا شو هي الخطوط العريضة لهالخطة؟ عندك علم فيها وبتقبلوا أنتوا اليوم بتحديد الأسعار؟ ومن يضمن أنه تنجح الزراعة مطرح ما أثرت الاقتصاد؟ بتصور يعني بدنا نحدد يعني توجه البوصلة حقيقة مش صحيح، لأنه الأسعار بكل المواد الغذائية تختل العرض والطلب. في عنا آلاف المزارعين يلي بيتعاملوا مع آلاف التجار مع عشرات آلاف نقاط البيع بلبنان كله، فتحديد السعر تكون نتيجته وحدة انخفاض بالنوعية وانقطاع بالمواد الغذائية إذا صار في تحديد بسعر منخفض لدرجة إنه ولا المزارع ولا التاجر بيقدر يتحمل هالسعر هيدا. فبفكر هيدي السياسة بتغير أولا وجه لبنان الاقتصادي لناحية تحديد الأسعار. أكيد لازم يكون في ضوابط، ونحن عم نشوف هلأ المشاكل يلي عم تنتج من الخضار والفاكهة هي ناحية التصدير. يعني مثلا امبارح صار في عنا ارتفاع بأسعار الحامض لأنه أغلب إنتاج الحامض توجه نحو العراق، فصار في عرض كثير قليل للحامض بالسوق اللبناني. يعني مثل ما كانوا عم يذكروا قبل كان في مشكلة بأنواع خضار تاني كمان كانت عم تتصدر للخارج. فبوضع الكورونا لازم يصير في معالجات مختلفة عن وقتها بتكون السوق مفتوحة وحرة. نعم معالي يعني اليوم معالي الوزير اخذ على عاتقه وصول بالخطة إلى الآخر، وعندنا قانون حماية المستهلك يعني اليوم لم يقر مشروع قانون أيضا، يعني من ضمن بنوده هو تحديد الأسعار. أنتم معترضين كتجار أصحاب سوبر ماركت كمستوردي على إن كان على القانون أو على خطة وزير زراعة؟ مش بس نحن كنقابة سوبر ماركت أو نقابة مستوردين، كل الهيئات الاقتصادية بلبنان رفضت رفضا قاطعا يلي أنا يعني موجود فيها، رفضا قاطعا البنود يلي بتحدد الأسعار، لأنه مثل ما قلت بتغير الوجه الاقتصادي للبنان، بتخالف الدستور المادة واو من الدستور يلي بتقول إنه لبنان اقتصاد حر. ما أصلا وجود هالمادة هيدي ما بيحل المشكلة. نحن على طول منقول مشكلة الأسعار وارتفاع الأسعار بينحل من ضمن المنافسة وإعلان الأسعار. إعلان الأسعار والناس تعرف شو هو سعر السلعة، ما بتقول تتوجه عند أي شخص أو أي مؤسسة أو أي سوبر ماركت سعره مرتفع. نعم. فإذا المنافسة وإعلان الأسعار هي السبيل يلي اعتمدته كل الدول حتى يصير في توازن بسوق العرض والطلب بالمواد الغذائية. فنحن عم نرجع لحلول استعملت من 50 و60 سنة وأثبتت فشلها، فما في لزوم نرجع نجربها نشوف إنه هي رح تكون فاشلة وندفع المواطن حقهم. شكرا لك نقيب أصحاب السوبر ماركت الدكتور نبيل فهد. اليوم يعني طبعا نفس الاعتراضات اللي قالها حضرتك يعني تبنيتها وقلتها بسياق الحديث اليوم، يعني انه شو البديل؟ تبقى الاحتكارات ماشية، ارتفاعات الاسعار جنونية اللي عم يشكو من المواطنين بكل المناطق، اذا عم نقرأ الغلاء النبطي اللي هي بجيوب الناس والنسوة الى البرية در، اليوم التعبئة العامة ببعلبك تراوح مكانها والاسعار بتطالع، ايضا المناطق تصرخ من لهيب الاسعار. شو البديل؟ احتكارات ضل موجود. أول شيء وين الاحتكارات؟ لما نحن عم نحكي مثل ما هلأ قال دكتور نبيل، لما نحن نعلن السعر موجود، أي مواطن بيشوف السعر وبيلاقي منه مناسب بده يروح على محل تاني. يعني الاحتكار لما يكون في شخص أو شخصين عم بيجيبوا هالسلعة ما عم يجيب غيرها. وأنا هون بأكد على شيء إنه الاحتكار سوف يحصل إذا حدثت الدولة الأسعار. هو موجود باعتراف وزير الاقتصاد، قال في احتكار موجود. يعني اليوم الطيران مش محتكر، المحروقات مش محتكرة، في ناس معينة مسموح تجيبهم وفي ناس لا يسمح لها بأنه تستورد من الخارج. التياب البكالات الحصرية ما كله محتكر. طب نحن عم نحكي مواد غذائية وين؟ نعم. أول شيء بلبنان. نعم. لازم المواطن يعرف نحن محددين عدة مرات الوكالات الحصرية غير موجودة. نعم الدراسات وزارة الاقتصاد بتأكد أنه 85% إلى 90% من السلع المستهلكة تخضع للاحتكارات. وزارة الاقتصاد
خلينا يفرجونا أرقام. خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ الأرقام موجودة. تفضل. مين؟ يا هلا. معك أبو صلاح. يا أهلا بأبو صلاح. يسعد صباحي. تفضل حبيبة قلبي. قبل كل بتمنى عليك ضيوفك ما يستغبوا الشعب اللبناني. الشعب اللبناني ما نغب يعني حكي من فوق السطوح وحكي من الغايم. هذا شيء ما عاد يركب معنا لا لأنه العالم ميتي وعالم جاي. هيدي واحد. اثنين، مشان حضرة النائب اللي حد راح أعطي صنف واحد. أنا امبارح اشتريته من الدكان، هو الحلاوي، هو الطحينة تبع اليمن، كان حقها 4500 ليرة وقت اللي كان دولار 1508 ليرة، امبارح حقها 15000 ليرة. ليش دوبة للدولار؟ نعم دوبة للدولار يا خي، على عيني. كانت ب4.5 لازم تكون صارت ب9، ليش صارت ب15؟ وما راح تدلي لأنه قامت الأيام مبارح. نحن مبارح اشترينا على أساس عاملين حسابنا لأول رمضان ب150000 ليرة، جبنا شوية أغراض رحنا حطينا 300000 ليرة ونص أغراض ما جبناهم. نعم اليوم هيدا لسان حال المواطن. نعم. دوبلي وتربلي وتربيع، صار في جشع، صار في كذب، صار في زعرنة، صار عم يطلع بضاعة رايحة مدتها عم يتغير طريقة. انتبهوا له. وين وزارة الاقتصاد؟ وين مصلحة حماية المستهلك؟ وين هالناس اللي بدها تفوت على السوبر ماركت وتقمع هالشي هذا كله تساوى لأنه شي مثل الكذب؟ اثنين، بدي جيب لك سيرة قصة الزراعة. رايحين مسكرين على البندورة من سوريا، البندورة السورية ببلاش يا عمي، راحوا سكروا عليها عم يجيبوها تهريب. كيلو البندورة حقه بجملة 2250-2500 ليرة. نعم. اليوم بكرة بده ينباع ب3000 ليرة بأول رمضان، نبقى بسوريا مكدسة. افتحوا له الطريق. لا مسكر الطريق. ليش مسكر الطريق يا عمي؟ ممنوع تجي البضاعة، البضاعة عم بتفوت. كيف تهريب؟ عم تجي عن الهرمين وعم بتكلف 350-400 ليرة كل كيلو زيادة. هذا مين عم يدفعه؟ عم بدفعه أنا وأنت والنعيم والوزير وكل العالم عم بدفعه. عم بتفوت بضاعة، عم بتفوت، عم بتفوت. واللي بيقول لي لا بده ما يأخذني، أنا زلمي بسوق الخضرة بشتغل. يعني على كل حال من وراء كورونا كان في فيديوهات يمكن تسربت على مواقع التواصل الاجتماعي بينت التهريب كيف ناشط على الحدود اللبنانية السورية بشكل مش مقبول. مزبوط، هذا تهريب. نعم. نعم شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال جورج مناخده، وكمان في فويس كول. بتمنى من اللي بيتصلوا فينا فويس كول انهم يحكوا عن المواد الغذائيه مش عن المساعدات، والا ما بتزبط. مين معي؟ الو بونجور. بونجورين، تفضلي. مدام يعني ما في غير القهوه اللي عم بتروق المراس. ما هلا حتى القهوه كانت ب6 صارت هلا كانت ب12 بالكيلو. هلا صارت 21000. 21000؟ نعم. هلا رحت اشتريتها. كانت قد ايه؟ كانت 12000. طيب 21000 مقبول يعني اليوم؟ خليك معي. نقيب مستوردي المواد الغذائيه هاني بوحصلي، من 12000 ل 21000 تحت ال 100%. ما هو ومعالي الوزير بحد ذاته قال انه لما تكون سعر الغلا ضمن سعر الصرف واقل. طب هل قد ايه الدولار؟ يعني الدولار بقى الدولار من 1500 ل 3300. لا بس نحن عم نحكي عن قبل 1005، ما هلا استرتفعت. عم تحكي المدام من 12000 ل 21000. نعم يعني مش عم تحكي هلا، عم تحكي يمكن هاليومين صارت. ما هي 1005 دي صرنا بالمارش هلا. اول شيء انا و5 و6 و7 و8. انا بقول لاستاذ ابو صلاح، بقول للمدام، نحن انا مثل ما بيقولوا لا اوافق على زياده الاسعار اكثر من فرق سعر الصرف. فاذا وين القطب المخفي؟ وين بالاسعار الغلا والكوا؟ وين يعني هل مين عم بيستغل الناس؟ مين عم يرفع الاسعار؟ يعني اليوم بتوجه، خلينا نكون شفافين، لمين؟ اصحاب السوبر ماركت؟ خلينا التجار؟ لا معلش، نحن مدام بكل شفافيه عم نحكي. السبلاي تشين بتجي على عده
مراحل، يعني بتوصل من المستورد لتاجر الجملة لتاجر الثاني للدكاني لهذا. برجع بقول انتبه، ما نحن ما بدنا نبرح حدا من اي شيء، لكن نحن لما نرجع لمبدا مثل ما انا يعني بستشهد باللي هلا قاله دكتور نبيل، نحن لما يكون في عندك منافسه موجوده ولما يكون في اسعار ظاهره ومحطوطه بكل شفافيه، الشفافيه بدها تكون عند الكل. فاذا ليش انتم ضد تحديد الاسعار؟ يعني لا لحظه مش نحن قلت لك انا لما يكون في ازمه لازم يكون في تحديد الأسعار لبعض السلع ضمن ضوابط معينة ولفترة معينة. نعم، اتصال من معنا. صباح الخير مدام. يا هلا. بس بدي أسأل، كان من كم سنة لورا لما غلي البترول عالميا برروا غلي الأسعار أنه كلفة الشحن زادت لأنه غلي البترول، ومن بعدها انخفض البترول وما خفضوا الأسعار. بكرة بس ترجع بس تخلص قصة الدولار ويرجع مثلا الدولار ينخفض لنقول للألفين، انتو حترجعوا ترجعوا الاسعار للألفين ولا حتضلها مثل ما هي؟ نحن يعني عنا معودين بلبنان انه بتعلى الاسعار وما بترجع تتراجع. اللي بيطلع ما عم ينزل، يعني اللي بيطلع ما بينزل مستحيل عم ينزل. وهلا سعر الشحن مدام كتير رخيص، يعني هلا اسعار الشحن بالنسبة للبترول. بس اذا بخبرنا كمان قديش طن الرز عم بيجيبوه من برا، يعني عم بيجيبوا هن بالجمله مش عم يجيبوا بالكيس بالكيلو والكيلين، يعني من برا عم يجيبوا كونتينرات كبيره بواخر عم تجي عم تنصف ببيروت، عم تنزل مواد غذائيه اسعارها اكيد كتير مخفضه، وعم بيدوبلوا يعني حتى الربح تاعولهم عم يعني ان كان سوبر ماركت ولا ان كان تجار عم بيدوبلوا الربح. يعني نعم شكرا يعني لك. مش للربح عم يدوبلوه كمان لانه بيقول لك دولار، طب هي مش الربح ليش بده يدوبل؟ عم بيتربلوه كمان. يعني خلينا ناخذ فويس كول. مين معي؟ الو تفضل، الرقم بينتهي ب 37. يا هلا تفضل. بس لو سمحت انا بدي اعلق بس على عده شغلتين. بالنسبه باحترام لضيفك، يعني هن بيقولوا انه كل شيء عم يغلى على الدولار. طيب هل بالدخان السيدرز الوطني كان حقق 1000 ليره صح؟ 2000 ليره بس هي وطني. انا عندي شب صاحبي عايش، كان شب صاحبي عايش بفنزويلا عم بخبرني غلوا اللحمه ما بعرف كم فرنك، قامت البلد كلها قاطعت اللحم اسبوع. نحن عنا بلبنان طيب قاطعوا الدخان بترك العالم على الطاعونيه بتصير هذا بتجيب 10 كيلو دجاج و20 كيلو دجاج، يعني الشيء العالم ما معه بقى تمشي. هذا بقول لك فرق الدولار، هذا بقول لك ما بعرف شو التجار صار مع المليارات الدولارات من ورا الشعب العطر. نقيب هاني محصلي انتو هاي اتهامكم. تفضل. طيب انا بس اذا بتسمحي لي اخذ شويه تفضل. وقت لاقدر وضح. ايه تفضل. دائما دائما التاجر هو عم بيكون بالمرصاد انه هو العاهات كله جاي من عندهم. نحن محتكرين، نحن المحتكرين ونحن بالهيدا. وانا عم اقول لك مع احترامنا للاستاذ ابو صلاح وللمدام اللي حكت عن القهوه والاستاذ يلي حكي عن سعر الرز وعن هالامور كلها، انا برجع باكد على شيء. نحن أول شيء مشان موضوع الاحتكار، نحن بحد ذاتنا بنقابتنا 50 مؤسسة 50 شركة، نحن متنافسين بين بعضنا. لما يكون في احتكار بيصير في احتكار لما شخص أو شخصين أو مؤسسة أو مؤسستين بتاخد زمام الأمور. لما يكون في 50 مؤسسة عم نحكي نحن بس عنا كمستوردين مواد غذائية من مناطق معينة، ما في احتكارات مبطنة غير معلنة باتفاقات بيعقدها نحن بين بعضنا البعض. نحن هلأ لنحكي بأي شيء، نحن بلبنان بعدنا هلأ شفتي أنت بالعالم صور الرفوف الفاضية بالسوبر ماركت، هل شفتيها بلبنان شيء؟ عم بينقلوا انه في فقد، يعني عم بيقولوا على ضعف. لا شفنا نحن الرفوف الفاضية، نحن بعده لبنان بلد خير، في عندك وفر من المستوردين ومن الناس، وهيدول الناس كلهم كمان بس ما شفنا بغير بلدان هلا اسعار مثل لبنان. بالعكس في اكثر، انا ما بدي فوت بجدل مع شو صار ببرا او بصار بكذا او نفوت نحن بالاخر انا فعلا يعني ولو حتى الناس حتشوفها بغير منظار، نحن كمان مواطنين ونحن عنا مؤسسات وعنا موظفين وعنا عيل وكمان عم ننظر فيهم وكلنا عم نجاهد، علينا صعوبات كلها، لكن هذا مش موضوعنا هلا ان احنا نحكي عن صعوباتنا. نحن عم نجرب نأمن السلع الغذائيه بالتي هي. والفرق اللي عم بيكون الاساسي هو فرق سعر الصرف. هلا لما تقليلي انه طلعت علبة الطحينة اليمن من 4500 ل 15000 هيدا مش مقبول. ايه لما بتطلع علبة التون من 2000 الى 6000 مقبول؟ مش ما في سعر علبة التون ب 6000. مواطن مصطفى
هلا اللي هلا موجود هلا بالسوبر ماركت. انا تاجر تون إيه؟ انا تاجر تون وبعرف اغلى علبه حسب هلا في انواع. طب مين عم بيلعب ليه اذا علبه التون حسب انواعها بس ما لازم تطلع عن 4000 ليره على الخط مباشره. انا بدي اياها. نعم رئيس جمعيه المستهلك الدكتور زهير برو. هلا صباح يعطيك العافيه. اليوم وضع لي نقطه على السطر. التجار بيقولوا انه هن مش ورا غلا هيك اسعار. وزير الاقتصاد عم بيسطر محاضر ضبط وفي مشروع قانون يناقش اليوم حماية المستهلك تحديد الأسعار، وأيضا وزير الزراعة وضع خطة كمان لتحديد أسعار الخضار والفواكه. طيب اليوم مين مسؤول عن العشوائية اللي عم بتصير بالأسعار وكل يوم يعني بيتغير السعر؟ طبعا المسؤول الرئيسي عن اللي عم بصير هي السلطة السياسية المتعاقبة على البلد اللي رسمت اقتصاد بأول شيء احتكاري ما له علاقة بالاقتصاد الحر لا من قريب ولا من بعيد. دراسات وزارة الاقتصاد بذاتها بالسنة 2000 بتحدد أنه نسبة الاحتكارات تجاوزت 85% ل90% اليوم بكل القطاعات. فيش قطاع سليم من الاحتكارات أو المعلنة والرسمية المحمية من القانون 34 على 1967 أو من اتفاقات ضمنية تحت الطاولة بين التجار. اثنين اقتصادنا هو اقتصاد بالكامل استهلاكي بيجيب من برا 85% من احتياجات البلد، بالتالي التجار بيمثلوا شريحة أساسية بالبلد إلى جانب المصارف. يعني عمليا نحن هودي الفئتين هن اللي بالأساس حركة البلد حيث تم تدمير الصناعة والزراعة وأي نشاطات ثانية بالبلد. بالتالي اليوم هم اللي عم بيحددوا فعليا وعمليا الأسعار عبر من جهة المصارف اللي وصلت للأزمة النقدية الخطيرة والارتفاع الدولار بهذا الشكل. اثنين التجار اللي بيبيعوا بأسعار أغلب 30% قبل الأزمة من أسعار المنطقة كلها كما يؤكد البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ومهني من المعروف أي خبير بهذا المجال بيعرف أنه تجارنا بيبيعوا أغلى من أي منطقة بالعالم. والوفر اللي ضيفي كان عم يتحدث عنه ناتج بالضبط عن ان هذه المبالغ يعني والارباح الهائله اللي بيتم تحصيلها على من كافه السلع خاصه الحبوب. نعم في سلع اليوم غذائيه بالتنكي تيجي عم تنباع 3 أضعاف وصلتنا اللائحه فيها مرعبه. وبالتالي نحن امام اليوم فلتان كامل. وللاسف الشديد الحكومه الحاليه ليس لديها أدنى خبرة بهذا الموضوع، وهي يعني بيروحوا بيعملوا محاضر ضبط بالتجار بالمفرع بالسوق بدون ما يعالجوا المسببات الأساسية للاقتصاد واللي قلت على رأسها وجود نظام احتكاري وقانون بيحمي الاحتكارات. وهذا القانون الوحيد بالعالم، كل دول العالم ألغت الاحتكارات وبالذات حماية بدي أفضي أقول الاحتكارات وتعتبر جريمة. عندنا بلبنان كل واحد قاعد على امبراطورية بيبيع بأسعار خيالية هو بحددها كون ما ممكن يدخل على يعني اليوم إذا أخذنا بعض أنواع الغذاء إنه صحيح أنه بالقانون ما في احتكار له، هو الاحتكار بس لأنواع تانية السيارات المواد الدليل. طيب شو الحلول؟ شو الحلول اليوم يعني؟ الحلول نحن على طول طرحناها من شهرين ونص مقدمين للحكومة. يعني تنظيم المنافسة قصدك مثلا؟ لا لا، أول شيء إلغاء قانون القانون هذا فورا. نعم قانون حماية المستهلك. نعم لا لا، قانون إلغاء قانون 34 نعم. هو بيدعم الاحتكارات وبيحمي الاحتكارات. تاني شيء السوق اليوم عندك انت ما بعرف الارقام كل مره ببالغوا شكل انه قد عدد اللبنانيين برا، بس اليوم كلهم هودي اللي برا بيشتغلوا بالعمله الصعبه بيعيشوا بالعمله الصعبه بتجربوا بالعمله الصعبه.
نعم. بالتالي فيهم يتجروا مع لبنان فورا إذا تم ضرب وقف الاحتكارات. وقف كمان النسب اللي بتاخدها الزعامات على دخول أي تاجر أو تأسيس أي مطلقة بلبنان بصاحب المنطقة الزعيم الأوحد والأنصاف الآلهة يفرض خوات على أي واحد بده يفوت لعنده ليتاجر أو 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 نعم. هيدي وقفة بيسمح للبنانيين فقط للبنانيين اللي برا أنه يتاجروا مع لبنان على الطريقة القديمة اللي كانوا يعملوها ويقدروا يخلصوا البلد من أزماته التجارية. بس هذا شرطه طبعا رح يضربوا طبقة التجار اللي مسيطرة بالبلد ومحتكرة الاقتصاد البلد. بهذه الطريقة فينا نظهر وحدة من الحلول نحن طرحنا. اثنين في خمس قطاعات الرئيسية هذه بتتعلق بالأمن الاجتماعي والغذائي للبلد قلناها إلى جانب القمح والدواء والمحروقات. نعم شكرا. يكون في الحبوب كلها والأجبان والألبان واللحم. بهذه الطريقة فينا نظهر من الحاجة. شكرا لك رئيس جمعية مسالك دكتور زهير برو. شو تعليقك؟ خلينا ناخذ فويس كول وبعدين نحن نعطيك الوقت الكافي. بدك تعطي الوقت الكافي بعد موجز الاخبار. فويس كول، مين معي؟ صباح الخير. صباح الخير، تفضلي. تفضلي. عم نسمعك. الو. عم نسمعك. عم نسمعك مدام. من معروف في تمر. هيدا تمر. وطي الراديو اذا سمحتي. وطي الراديو عندي كان يسمعك. ايه شو قصته التمر؟ الو ايه. شو قصته التمر؟ هني رح تطلع انه هي فيها نص كيلو. ايه بس هي فيها شي وقتين او يمكن وقية تمر عادي حاطين فيهم مي وبتلاقي لما بتفتحيها كلها مي وبينعدوا الحبوب التمر اللي فيها. وين بأي سوبر ماركت؟ بأي سوبر ماركت؟ بكل سوبر ماركت وحطيتها 5000 ليرة. شكرا لك، وصلت الفكرة. هلا بعد ما حكينا يعني عن النوعية عم نحكي عن الأسعار. اتفضل، اليوم عنا دقيقة وبعدين عنا 10 دقائق فيك توضح اللي بدك اياه. أنا أول شيء بحب أكد عبر منبرك، نحن عم نحكي لبنان. نحن عبر صوت لبنان، نحن عم نحكي باستيراد المواد الغذائية. الاحتكارات الموجودة بلبنان هي احتكارات يلي بتمسكها الدولة اللبنانية، لما القطاعات اللي عم تتحكم فيها الدولة اللبنانية هي اللي فيها الاحتكارات. نحن لما عم نحكي بمواد غذائية ما يعني هل مثل ما بيقولوا هل العناوين الرنانة الشعبوية هيدي، أنا بتمنى إنه المواطن يوعى عليها. يعني عرفتي نحن لما نكون عم نحكي بحقبة من 50 أو من 60 سنة مثل ما هلأ أسمعنا، هذا الأمور راحت من زمان. وأنا يعني ما لازم يعني حتى ما حجاوب على هالموضوع. المنافسة بلبنان منافسة شرسة أكتر ما بتتصوري، وغلى الأسعار أنا بأكد لك وبرجع يعني ما بعرف كيف بدي أكد لك إياه على الهوى إنه هذا مش مزبوط، وخاصة بالمواد الغذائية اللي بأكد لك. ما إذا المواطنين عم بيشوفوا يعني. لا ما في شك إنه في تجاوزات، نحن ما قلنا هذا. لازم تتوقع. ما في شك إنه في تجاوزات، بس لكن إذا يعني إذا عندك حدا يعني أنا برجع بستشهد باللي قاله معالي الوزير، قال لك الزلمة إذا لقيت بهالسوبر ماركت غالي روح اشتري من غيره. أنا عم بستشهد. مزبوط، مختلفنا. لا مش على هيك. نحن بلبنان البضاعة بعد نشي عم أكد لك بعد الرفوف مليانة. الاحتكار بيكون لما تلاقي سلعة وحدة وناقصة. نعم، على كل حال مزيد من التفاصيل بعد أكيد. سعر البورصة والعمولات بسوق بيروت وبعد الحدث، ومنتابع نحن وياك نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بوحصالي. صباح الخير. عم بيتم التداول بالدولار الأمريكي بأسواق بيروت المالية بسعر 1512-1514 وبسعر وسطي 1507.5. أسعار باريتي على شكل التالي: اليورو 1.0858 و1.0868، الين الياباني 107.50-107.60، الجنيه الاسترليني 1.2314-1.2424، الدولار الكندي 1.4182 و1.4192، الدولار الأسترالي 0.6620-0.6630، الفرنك السويسري 0.9688-0.9698.
سهم سوليدار A وسهم سوليدار B لم يتم التداول فيهم بعد، أما أونصة الفضة فسجلت 14.79 وأونصة الذهب 1683.74، سعر برميل برنت 16.76. ومنشير إلى أنه الدولار بالأسواق الموازية عم يتم التداول فيه بسعر شراء 3240 ليرة وبسعر مبيع 3280 ليرة. موجز الحدث على صوت لبنان على رأس الساعة. الحدث خدمة إخبارية من العربية. نايل سات عامودي 12169. وزير التعليم الفرنسي يعلن عزمه فتح المدارس بشكل تدريجي وعودة الطلاب إلى المدارس على